حظوظ الحكومة الانتقالية المنتخبة، يعني أنا أقول أن لها حظوظ كبيرة بأن تمر، باعتبار أن هناك اتفاق أممي وهو مبدئي، باعتبار أن الكل يخضع إلى هذه التفاهمات الدولية. حاجة أخرى نجم نقول أن الشعب الليبي وأصحاب القرار في ليبيا يريدون المرور إلى تشكيل حكومة انتقالية حتى يمروا إلى الانتخابات. نعلم جيدا أن اختيار السيد عبد الحميد الدبيبة هو اختيار بالأساس أممي وليس اختيار تفرضه الحالة الليبية الداخلية أو اختيار شعبي ليبي، وبالتالي هذه الحكومة ستمر عبر البرلمان الذي فيه انقسامات أو عبر أي طريقة أخرى سيرتضيها المجتمع الدولي وأساسا الدول الغربية التي هي الضامن الوحيد لهذا الاتفاق السياسي. أما بالنسبة للانقسام البرلمان فهو ليس انقسام بالأساس على مسألة القبول أو عدم القبول بهذه الحكومة، هو لضمان وجود هذا الجسم التشريعي ما بعد انتخاب الحكومة. هذه الانقسامات تسببت كذلك في انقسامات في المواقف تجاه هذه الحكومة. هناك من يرى أن المؤتمر الوطني العام هو الذي لا بد أن يحتضن جلسة منح الثقة، لذلك أعتقد أنه من الصعب أن يتوفر النصاب لعقد جلسة عامة، وربما ستعود آلية التصويت لمنح الثقة هذه الحكومة إلى الحوار السياسي. أكيد أن كل هذه التحركات هي تحركات إيجابية صراحة إلى الآن، وأن كل يعني البيانات والخطابات والكلمات التي تم إلقاؤها سواء كان من دبيبة أو من المنفي فإنها هي تعطي أمل كبير جدا، وهي يعني على مستوى كبير من الجدية والاحترام. يبدو أن السيد عبد الحميد الدبيبة والسيد محمد المنفي فهم الدرس، وبالنسبة لهما وبالنسبة للمجلس الرئاسي أساسا والحكومة القادمة، البقاء داخل أسوار طرابلس والبقاء رهينة بين أيدي الميليشيات مثل ما كان الحال بالنسبة للسيد السراج من المستحيل. الواضح أن هذه الحكومة ورئاساتها تمكنوا على الأقل في المرحلة الأولى من خلق توافق على ضرورة دعم مسار الانتقال الديمقراطي في ليبيا وتواصل استمرار وقف إطلاق النار وكذلك توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية في ليبيا. أولا على مستوى إعطاء الثقة، إحنا قلنا أن هناك حظوظ وافرة وكبيرة. على مستوى التنفيذ، وهذه الحكومة اللي هي عمرها أشهر، إذا كان خذينا بعين الاعتبار أنه يوم 24 ديسمبر 2021 يعني عمرها 10 شهور أو أقل، هل أن هناك حكومة في ظل دولة عاشت عشرية سوداء، عشرية يعني 10 سنين من الدمار واللا دولة واللا مؤسسات، بأنها تتم الإنجازات ويكون هناك إنجازات؟ هذا يعني بصراحة نكون موضوعيين وواقعيين، هو صعب جدا وبعيد. والله خلافا للعديد من المحللين، بالنسبة إلي ليس المهم هو احترام تاريخ 24 ديسمبر 2021 للانتخابات، هذه يمكن أن تكون غاية ويجب العمل عليها، وإن معناها تم تأخير هذه الانتخابات فلا أرى مشكلة. المهم اليوم في ليبيا هو إعادة توحيد البلاد والتراب الوطني وتوحيد المؤسسات والاتفاق على طريقة لإعادة ترتيب البيت الداخلي على مستوى الثروة على مستوى الجيش والأمن إلى آخره. أما الانتخابات فيمكن أن تكون في السنة القادمة، هذه ليست مشكلة. أعتقد أن نجاح هذه الحكومة سيظل رهين مدى تعامل الحكومة وطريقة تعاملها مع كافة أطراف النزاع الليبي، بقاؤها وعلى نفس المسافة سواء من يعني أطراف المتواجدة في طرابلس أو حكومة أو برلمان طبرق، سيجعلها
أكثر نجاحا وأكثر تنسيقا، أما انحيازها إلى أحد الأطراف في حال أنها انحازت فإن ذلك سيتسبب في فشلها في إدارة الحكم خلال الفترة القادمة، وكذلك عدم الحياد إذا ما انحازت إليه سيتسبب في فشلها في الإعداد للاستحقاقات الانتخابية خلال الفترة القادمة.